هتلاقي سعد سمير، هتلاقي نجيب. ايمن، هتلاقي نجيب. يعني خط الظهر ونص الملعب المدافع هم اللي عندهم السوليه وحسام عاشور، هم دول اللي عندهم الخبرات الافريقيه اللي بيتكلم عليها حشيش. يطلع لقدام بقى الخط الهجومي اللي احنا بنتباهى بيه، اللي احنا بنعتمد عليه، اللي احنا القوه الضاربه بالنسبه لنا. هتلاقي ان في خط الهجوم هتلاقي ان هشام محمد ما عندوش الخبره الهجوميه، ميدو جابر ما عندوش الخبره الافريقيه، عندك حسام عاشور، وعندك حمودي عمرو السوليه ما عندوش الخبره الافريقيه، اسلام محارب ما عندوش الخبره الافريقيه، كريم نيدفيد ما عندوش، باقة نفس الكلام. فانت النهارده حسام في حيره بالنسبه للخط الهجومي، قوام الفريق ده اللي انا بتكلم فيه. انت عندك وليد سليمان كبير من اللعيبه، كمان حشيش يمكن ثلاثه طبعا، مشكله في التشكيله بالنسبه لكابتن حسام. يعني في الكلام على الخبرات الافريقيه، عندك حسام عاشور وعمرو السوليه وليد سليمان بالظبط، وعندك مروان محسن.